السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب في الجزء الثالث والأخير من الفصل الثالث عن الآلات الكهربية ذات التيار المتردد أو الـ AC machines من مساق الآلات الكهربائية. تحدثنا في المحاضرة السابقة وقلنا إنه لو كان عندي الماجنتيك فيلد المتولد في الستيتور بيدور، فالماجنتيك فيلد المتولد في الروتور حيولد عزم دوران بيخلي لي إنه الروتور بيتحرك وبيدور، بحيث إنه حاذي حاله مع الستيتور ماجنتيك فيلد وبيدور وراه إنه بحاول يلحقه، وهذا هو مبدأ عمل الاي سي موتور. وقلنا إنه هذا بيتحقق بإني أنا آجي للستيتور وبكون عندي مثلا في الستيتور مثلا 6 سلوتس. في هذه الحالة بيكون عندي أنا 3 windings أو 3 ملفات، كل ملف بالزاوية بينه وبين الملف الثاني 60 درجة أو 120 درجة بين سلك الدخول وسلك الخروج. يعني إذا ملف كان عندي داخل في سلوت، هيكون الملف اللي بعده داخل الملف نفس الملف خارج من الجزء المقابل له 180 درجة، والملف الثاني داخل بعد 120 درجة من السلوت المقابل له. تمام، يعني أنا في عندي ثلاث ملفات بمر فيهم 3 تيارات. الـ3 تيارات هذول لهم نفس الماجنتود بس كل واحد عن الثاني بيبعد 120 درجة، وبالتالي التعبير الرياضي لكل واحد منهم إنه الـ IA برايم يساوي I M ساين أوميجا تي، الـ IPP برايم اللي هو بيساوي I M ساين أوميجا تي ناقص 120 درجة، والـ ICC برايم I M ساين أوميجا تي ناقص 240 درجة، أو نقدر نعبر عنه بساين أوميجا تي زائد 120 درجة، نفس الشيء. وبالتالي فإنه الماجنتيك فيلد المتولد في الملف الأول أو ناتج عن الملف الأول، الماجنتيك فيلد المتولد في الروتر في الستيتور في هذه الحالة حيكون بيساوي الـ PM ساين أوميجا تي، والزاوية صفر الثاني حيكون PM ساين أوميجا تي والزاوية سالب 120، والثالث PM ساين أوميجا تي والزاوية سالب 240. وقلنا إنه محصلة الثلاثة الـ B إنهم نفس، إنه حيكون الماجنتيك فيلد النت ماجنتيك فيلد أو الماجنتيك فيلد الكلي، المجال المغناطيسي الكلي المتولد حيكون كونستانت ماجنتيود له، ولكن فقط الزاوية تبعته بتتغير. وهذا هو شكل الستيتور. وزي ما قلنا إنه مثلا عندي في الملف الأول بيمر، مثلا بكون داخل الملف الأول، الطرف الثاني خارج من السلوت اللي فوق، يعني داخل في السلوت اللي تحت طالع من السلوت اللي فوق، حيكون الملف الثاني تياره داخل من عند هنا 120، لأنه 120 درجة ما بينهم، هنا أو هنا مش هتفرق، هنا داخل ومن الطرف هذا خارج، وهنا برضو بيكون هذا داخل والطرف هذا بيكون خارج. يعني الأمر سهل، يعني لو أنا جيت بدي أحط هنا إكس، هنا برضو إكس، وهنا برضو إكس، وهذول 3 نقاط. تمام، وبالتالي زي ما ذكرنا في المحاضرة السابقة إنه الماجنتيك فيلد المتولد منهم بالمعادلات اللي ذكرناهم قبل شوية سالب 120 سالب 240. تمام، الروتيتنج ماجنتيك فيلدز في هذه الحالة، طبعا ما ننساش إنه في حالة الـ PP صحيح إنه هذا ناتج عن التيار زاويته سالب 120، بس هنا بالنسبة للماجنتيك فيلد الناتج عن الـ PP برايم فيز أو وايندنج اللي فيه التيار الـ IPP برايم، الـ PP برايم حيكون زاويته 120، هذا زاويته 240 أو سالب 120. تمام، في هذه الحالة إنه الفلكس دنسيتيز حيكون بي أم ساين أوميجا تي وزاوية صفر، أو بي أم ساين أوميجا تي ناقص 120 وزاوية 120، أو بي أم ساين الأوميجا تي ناقص 240 وزاوية 240. يبقى الروتيتنج ماجنتيك فيلد بيعتمد على الأوميجا تي. لو كانت عندي الأوميجا تي الزاوية الأوميجا تي صفر، فساين الصفر إيش بده يساوي؟ صفر. لو جينا نعوض عنه، هنا ساين سالب 120 وهنا ساين 240. ساين 120 عبارة عن جذر 3 على 2 بس بالسالب، وساين 240 بالسالب حيكون عندي، لا هذه اللي بتكون حتكون عبارة عن جذر 3 على 2 بي أم، لأنه حيكون عندي
الساين السالب 240 هو ساين الموجب 120، وبالتالي حيكون جذر 3/2 صحيح في ام. وساين السالب 120، سالب 120 يعني هو نفسه ساين 240 حيكون بالسالب لأنه في الربع الثالث، وهذا في الربع الثاني ساين موجبة. مش مشكلة، على الحاسبة بجيبها. ما ننساش إنه الزاوية هنا 120، هنا الزاوية 240. فسهل جدا، لو بدي أجمع الآن ماجنتيود مع زاوية زائد ماجنتيود وزاوية، زي ما أخذنا إنه حتكون طريقة العمل إن أنا يا إما بجمعها الآلة الحاسبة، يا إما أنا أحول هذه لكارتيزيان وهذه لكارتيزيان، بجمع الريال مع بعض والمجال مع بعض، بعدين بقضي المحصلة كاملة، فبيطلع عندي الـ بي نت في هذه الحالة بيساوي 1.5 بي إم، والزاوية سالب 90 درجة، أو معنى هذا الكلام المحصلة حتكون لأسفل، وقيمة البي نت حيكون 1.5 ضعف البي بي برايم أو البي سي سي برايم أو البي إي برايم، تمام؟ اللي هو البي إم الماكسيم تبع كل واحدة منهم. طب لو كانت الزاوية 90 درجة، بسيطة، بنعوض هنا ب90، ساين 90 واحد صحيح، يبقى حيكون البي اي برايم عبارة عن بي ام والزاوية صفر. الثاني حيكون عبارة عن 90 ناقص 120 سالب 30، ساين السالب 30 هو نفسه ساين 30 بس بالسالب. ساين 30 قديش؟ ساين 30 أو جيب 30 نص، يبقى حيكون سالب نص، تمام. والزاوية 120. اللي بعديه ساين 90 ناقص 240، 90 ناقص 240 يعني حيكون عندي اللي هو 150 بس بالسالب، و150 بالسالب هي نفسها ال 150 بالموجب، ولكن بالسالب الساين 150، وساين 150 قديش؟ هي نفسها ساين ال 30 يعني نص، وفي سالب برا بتصير سالب نص، سالب نص والزاوية 240. يبقى بنجمع بي ام زاوية صفر ناقص نص بي ام زاوية 120 زائد نص بي ام الزاوية 240، اللي هو مجموع حيكون نص، وهنا بي ام حيكون 1.5 بي ام والزاوية صفر. بمعنى اخر في حالة الاوميجا تي 90 درجة يكون عندي انا البي نت في اتجاه محور السينات الموجب، وقيمته 1.5 ضعف اللي هي الماكسيمم الماجنتيك فيلد الناتج عن كل واحد من الفلكسز، الفلكس دنسيتيز الموجودة عندي او الفلكس دنسيتيز الموجودة عندي، طبعا الناتج عن كل فيز. طبعا اثبات الروتيتنج ماجنتيك فيلد كونسبت احنا هنا ما بقدرش اقول انه انا اثبتها. ليش؟ لانه انا في كل مره، في كل مره عوضت بزوايا محدده، يعني مره عوضت بالاوميجا تي صفر اثبت انه انا عندي البينت حيكون 1.5 بي ام، يبقى الماجنتيود عندي 1.5 بي ام، الزاويه سالب 2. هل بيعتمد على الساين؟ هل بيعتمد على كوزاين؟ لا، لا في عندي ساين ولا في عندي كوزاين. لما كان الاوميجا تي بيساوي صفر البينت كان بيساوي 1.5 بي ام، هذا البينت الماجنتيك الماجنتيود، بس الزاويه سالب 90 يعني اقل من الصفر ب 90 درجه. طيب لما كان البينت، لما كان الاوميجا تي بيساوي 90 درجه، ايش الماجنتيود؟ الماجنتيود حيكون عندي 1.5 بي ام، يعني مره ونص ضعف الماجنتيك الماكسيمم فلكس دنسيتي الناتج عن اي فيز من الثلاثه هذول. يعني هنا الماكسيمم كان بي ام، فالمحصله حيكون ضعف مره ونص. والزاويه قد ايش؟ اذا كان هذه الزاويه 90، نطرح 90، طبعا احنا قلنا هنا الزاويه سالب 90 اقل ب 90 درجه من الزاويه اللي هنا، برضه هذه اقل ب 90 درجه من الزاويه اللي هنا، الزاويه هنا 90 اقل منها ب 90 درجه يعني صفر. اذا خلاصه الكلام حط لي اي زاويه، حط قول اوميجا تي بتساوي الزاويه كذا مثلا بتساوي 150، في هذه الحالة بتوقع ان البينت حيساوي 1.5، او متأكد ان البينت لو اجينا نحسبها حيساوي 1.5 بي ام كماجنتيود، والزاوية قديش؟ حتكون اقل من 150 90 درجة، يعني حيكون عندي 150 ناقص 90 60 درجة، يبقى حيكون 1.5 بي ام والزاوية 60. طب لو قلت لك مثلا الاوميجا تي بيساوي 180 درجة، كيف حتحسبها؟ بسيطة، حيكون 1.5 بي ام والزاوية 90 ناقص 90. هذا الكلام. طيب احنا اثبتنا بال، يعني اخذنا عينات من الاوميجا تي او قيم عند الاوميجا تي واستنتجنا استنتاج، لكن لو بدنا نستنتج رياضيا التعبير مره واحده بدل ما اقعد اشتغل كل زاويه كل زاويه واقعد اعمم الفكره هذه، لا، انا في عندي في عندي اثبات رياضي على هذا الامر. الاثبات الرياضي بيقول ان البي نت او النت فلكس دنسيتي اللي هو المحصله، محصله جمع متجهات. انا في عندي ثلاث متجهات، المتجه الاول بيمثل اللي هو البي اي اي برايم
أو الflux density الناتج عن التيار اللي مارد في الـ winding AA prime الموجود عندي هنا، التيار اللي مارد هنا في الـ AA prime حيولد عندي، قلنا إنه هو الـ PAA prime اللي ماشي في هذا الاتجاه، وبالتالي حيكون عندي الـ PM sin omega t theta اللي هو الـ PAA prime. طب والـ PP prime إيش حيساوي؟ PM sin omega t ناقص 120 درجة، وفي عندي التيار الناتج عن التيار زاوية الزاوية تبعته 120 درجة، لأنه الـ PP برايم في هذا الاتجاه. الـ PCC برايم قلنا إنه زاويته 240 درجة أو سالب 120، يعني لأنه في هذا الاتجاه. وبالتالي قديش الماجنتيود تبعه؟ طبعا أثبتنا إنه قيمته، أو ذكرنا قبل إنه قيمته PM ساين الأوميجا تي ناقص 240، من نفس الإكسبريشن تبع التيار لأنه هو ناتج عن التيار أصلا، عن هذا التيار PM ساين أوميجا تي ناقص 240 بس زاويته 240 برا. اللي حيصير كالتالي، نجي نجمع تجميع عادي. طبعا عندي 120 بنروح بنفنطها ساين كوساين، وهذه بنفنطها ساين كوساين، يعني انا في يصير عندي تحليل مركبات، يعني مش انا عندي ثلاثة هنا، تحليل مركبات هنا واحد في هذا الاتجاه، هذا واحد هيكون اعلى وواحد اسفل، وحيكون في عندي انا يعني هيكون في عندي اللي هو فلكس علو، فلكس في اتجاه الواي اكسس الموجب، وفلكس في اتجاه السالب، وحيكون عندي في اتجاه بغض النظر هذا بس لزاوية معينة، لكن أنا بشكل عام بشكل عام لما أجي أحلل تحليل عادي، يعني بدي أحلل عندي ثلاث متجهات بدي أجمعهم جمع اتجاهي، عشان أجمع الثلاث متجهات هذول بحللهم تحليل المركبات سينية ومركبات صادية ل x x طبعا في اتجاه ال x، ومركبات في اتجاه ال y السينية والصادية، فهيكون عندي ال p m sin omega t زائد ال p m في ساين أوميجا تي ناقص 120 درجة الزاوية 120. طبعا عشان أحلل هذه ال 120 إنه أنا في عندي كوزاين الزاوية هذه زائد جي ساين الزاوية هذه، ونفس الشيء هنا كوزاين زائد زائد جي ساين من الزاوية 240 درجة، فعندي تحليل للثلاث متجهات هذولا. هكون في النهاية البي نت الصورة العامة لإلها بعد التحليل وبعد جمع المركبات السينية مع بعض والمركبات الصادية مع بعض، حيكون عندي النت فلاكس دنسيتي إيش بتساوي؟ 1.5 بي أم ساين أوميجا تي في اتجاه الإكس ناقص 1.5 بي أم كوزاين أوميجا تي في اتجاه الواي. ماشي، مرة تانية حيكون المحصلة 1.5 بي أم، تمام. حيث بي أم هو عبارة عن ماكسيمم فلاكس دنسيتي الناتج عن كل فيز من الثلاثة فيز تبعت التيار، فالماكسيمم فلكس دنسيتي لكل فيز على حدة انا ضعفه مرة ونص، هذا الماكسيمم فلكس دنسيتي لكل مركبة، هذا في الواحد ونص بي ام في الساين اوميجا تي للاكس في اتجاه الاكس، واحد ونص بي ام كوزاين اوميجا تي في اتجاه الواي. يبقى في هذه الحالة لو عوضنا بالزاوية صفر، عوض بالزاوية صفر، عوضنا بالزاوية صفر هنا ايش بيصير عندي؟ ساين الصفر صفر. طيب ساين الاوميجا تي كوزاين كوزاين الصفر، كوزاين الصفر واحد صحيح، يبقى هذه المركبة السينية حتروح، المركبة الصادية ايش بصير عندي؟ سالب واحد ونص بي ام في اتجاه الواي، بمعنى الثاني واحد ونص بي ام باتجاه الواي اكسس لتحت نازلة بمقدار 90 درجة، يبقى هو عبارة عن ماجنتيود واحد ونص بي ام بس زاويتها 90 درجة بالسالب. ليش بالسالب؟ ليش؟ لانه في النهاية هي في اتجاه محور الصادات السالب، المركبة السينية صفر، المركبة الصادية ماشية باتجاه الأسفل، يعني هذه صفر بالنهاية بتكون ماشي باتجاه أو بشير لأسفل اتجاه محور الصادات السالب، الزاوية عندي سالب 90 درجة أو 270 بالموجب. طب لو كانت الزاوية 90 درجة ساين 90 صفر، ساين 90 واحد صحيح، يبقى 1.5 بي ام في اتجاه الاكس اكسس، وكوزاين 90 صفر يبقى انا صار عندي 1.5 بي ام في اتجاه المحور السينات، يعني الزاويه صفر، يعني 1.5 بي ام والزاويه صفر، اللي هو هذا ايش؟ هذه بالنسبه للاوميجا تي. يبقى خلاصه الكلام انه روتيتنج ماجنتيك فيلد في الستيتور، يعني الماجنتيك فيلد او المجال المغناطيسي اللي بدور في الستيتور او في العضو الثابت، تمام، بيمثل انه كانه عندي انا نورث وساوث ستيتور فولز، يعني كانه عندي اقطاب مغناطيسيه
ليش هذا؟ من وين ظهرت الأقطاب المغناطيسية؟ هذا مغناطيس كهربي ناتج عن اللي هي مرور 3 تيارات اللي هم نفس المقدار، زاوية تبعتهم 120 درجة، يعني فالانس 3 فيز كارنتس، مرورهم في الستيتورز هذول اللي أصلا بيبعدوا عن بعض كل واحد من الثاني 120 درجة، فولدوا لهم مغناطيس داعم في الستيتور دوار، وبالتالي الماجنتيك فيلد الناتج عنه حيكون ثابت ودوار. الآن نيجي نتكلم عن الإلكتريك فريكوانسي وعن الميكانيكال فريكوانسي. أنا في عندي أنا نوعين من الفريكوانسيز في الـ AC ماشينز. بالنسبة لل ذكرنا قبل شوية إنه الستيتورز بيكون عندي فيه سلوتس كل واحد عن الثاني بيبعد 60 درجة، وكل 2 سلوتس قبال بعض بمر فيهم اللي هو windings أو ملفات. الملف بدخل في السلوت بيطلع من الطرف الثاني المقابل له، هذا الwinding أو هذا الملف اللي طالع أو داخل وطالع من السلوتين المتقابلين بمر في تيار بزاوية معينة. عندي تيار ثاني بيبعد عنه في الزاوية 120 نفس المقدار في السلوتين المتقابلين، بمر في الwinding اللي طالع اللي داخل وطالع من السلوتين المتقابلات اللي جنبه، وبالنسبة للسلوتين هذول المتقابلات في اللي بعدهم في زاوية 120 درجة داخل وطالع بنفس القيمة والاتجاه، ولكن الزاوية تختلف. نفس القيمة لكن الزاوية مختلفة، لأنه بيبعد 120 درجة أو بتقدم 120 درجة على التيار اللي طالع من هذا الملف. فالماجنتيك بولز الأقطاب المغناطيسية تمام بتكمل دورة واحدة حوالين الستيتور لكل الكتريكال سايكل. ايش مقصد هذا الكلام؟ احنا في عندي انا 3 فيز كارنتس، فكان عندي تيار، التيار هذا الفريكوانسي تبعته اف تمام. نيجي هنا مثلا هذا التيار كمل دورة واحدة من هنا لهنا، او هذا التيار كمل دورة واحدة من هنا لهنا، او هذا التيار كمل دورة واحدة من هنا لهنا. ليش؟ لأن التردد F، الزمن الدوري له T، بيعمل دورة واحدة في زمن قدره T، هذا الزمن الدوري مقلوبه التردد عدد الدورات في الثانية الواحدة، إذا هو كمل دورة واحدة بقول لي لكل دورة واحدة بكملها التيار، بيكون أنا عندي في هذه الحالة الماجنتيك في النت فلاكس دينسيتي كمل دورة واحدة. يعني التيار طول ما هو بيتحرك من هنا لحد ما يكمل الدورة الواحدة، التيار لما بيكمل دورته الواحدة كاملة من هنا لحد ما يصل هنا، في هذه الحالة بيقول لي إنه الفلكس دينسيتي لف من عند هذه النقطة لعند لما رجع لهذه النقطة مرة أخرى، يعني لف من هنا لعند ما كمل هنا مرة ثانية. هذا هو المقصد اللي بنقوله احنا قبل شويه، انه الماجنتيك بول الاقطاب المغناطيسيه بتكمل ميكانيكال روتيشن، بتكمل دوره ميكانيكيه واحده. يعني انه انا الروتور في هذه الحاله لو انا كان عندي موتور وشغلته دخلت له تيار 3 فيز، يعني مش بنفس هذه التركيبه نفس هذه الكونستراكشن، والثلاث تيارات اللي داخلين كملوا دورة واحدة، يعني عملوا دورة واحدة من الزاوية 0 ل 90 180، رجع مرة تانية كمل الساين تبعته دورة الساين أو دورة الجيبية كاملة. لما بعمل دورة جيبية كاملة التيار بتكون عندي الروتور له 360 درجة أو حمل ميكانيكال روتيشن، وان ميكانيكال روتيشن أو دورة ميكانيكية كاملة، كومبليت وان ميكانيكال روتيشن، دورة ميكانيكية كاملة حوالين مين؟ حوالين الستيتور. يعني بمعنى كلام انه كل الكتريكال سايكل كل دورة دالة جيبية للتيار بقابلها لفة كاملة للروتر للعضو الدوار حوالين، طبعا يبقى 360 درجة من اللفة، او بيكون في هذه الحالة انه كل الكتريكال سايكل دورة كهربية للتيار بيقابلها ميكانيكال روتيشن لمين؟ للروتور، بيقابلها دورة ميكانيكية كاملة للروتور.
ومن هذا الكلام نستشف إنه الاف إلكتريكال أو التردد الكهربي يساوي الاف ميكانيكال أو التردد الميكانيكي. فالوايندينجز أو الملفات للتو بول ستيتور، إذا كان عندي أنا الستيتور هذا تو بولز، قطب شمالي قطب جنوبي، فقط تو بولز للتو بول ستيتور أوكير إن ذا أوردر تيكن كاونتر كلوك وايز. إنه بقول لي الملفات للتو بول ستيتور للستيتور أو الجزء الثابت اللي له فقط تو بولز، تمام، تو بول ستيتور، بيقول لي انه بتصير او بتحدث او اتجاه يعني قيمها يعني ال occur in the order taken counter clockwise عكس عقارب الساعة، لان الدوران حيكون عكس عقارب الساعة طبعا. فبيقول لي في هذه الحالة انه حتكون التركيبة تبعته كالتالي: A بقابلها مين؟ بيجي بعدها C prime then B A prime C B prime. ليش؟ لأنه إحنا الدوران عكس عقارب الساعة، فبنمشي عكس عقارب الساعة، وبنمشي عكس عقارب الساعة فالدوران عكس عقارب الساعة، نفس الشيء. يعني ماشيين هنا عكس عقارب الساعة، يعني من الاتجاه اليمين للأعلى، ثم نرجع بهذا الاتجاه زي ما هو واضح عندي أنا هنا. طبعا هذا بنسميه إيش؟ بنسميه تو بول ستيتور، تو بول ستيتور. وبالتالي كأنه في عندي أنا قطب هنا، وفي عندي قطب هنا، هنا قطب شمالي، هنا قطب جنوبي، وفي الدوران حيكون بهذا الاتجاه. طيب لو كان عندي أنا أكثر من سلوت وأكثر من بول، يعني أنا هنا لما أتكلم عن تو بول سيستم، تو بول سيستم فقط عندي قطب شمالي قطب جنوبي. طب لو كان عندي مثلا أربعة بول، أربعة أقطاب، قطبين شماليات قطبين جنوبيات، أو كان عندي ست أقطاب أو عندي ثمان أقطاب، هذه حالة إيش كيف بتعامل معهم؟ بقول لك بكل بساطة حتكون عندي تكرار لهذه. يعني مثلا في التو بول سيستم A C prime عكس عقارب الساعة، بمشي أنا هيك عكس عقارب الساعة، A C prime B A prime C B prime. لو جينا نكررهم هنا A C prime B A prime C B prime، بعدين نرجع نكرر مرة تانية A C prime B A prime C B prime، وهكذا. هذا بيمثل ايش عندي؟ هذا بيمثل تو بول سيستم، وهذا تو بول سيستم، يبقى صار عندي فور بول سيستم. ايش يعني فور بول سيستم؟ يعني صار عندي انا نظام ستيتور في اربع اقطاب مش قطبين. طب لو قلت لك مثلا ست اقطاب بنكرر مره ثانيه نفس الشيء، ثمان اقطاب بنكررهم كمان مره ثانيه، وبنمشي بهذا الاتجاه. عشان لو كان عندي ستيتور وبدي الف الاسلاك فيه، بدخلهم في السلوتس في الفتحات الموجوده هنا، بدخلهم بهذه الاليه، انه الملف الاول طرفه هنا، الطرف الثاني مقابل له، هذا داخل. طبعا انا بالنسبه للتوبول هذا داخل، هذا حيكون قباله خارج، هاي قباله خارج. طيب اللي جنبه هذا داخل، سي بيكون خارج، اللي جنبه اللي هو البي داخل، هذا بيكون خارج، وهكذا. وهذا نفس الشيء مثلا هنا داخل داخل، بعدين ايش حيكون عندي؟ اللي هو حسب التوزيع اللي هنا AC prime، إذا البي اعتبرته خارج حيكون البي برايم اللي قبله داخل، وهكذا. ففي هذه الحالة إذا كان في حالة التو بول سيستم كان الإلكتريكال بيقابل اثنين ميكانيكال، هذا إيش اللي حيصير فيه؟ بقول لي في هذه الحالة الثيتا إلكتريكال بيقابلها اثنين ثيتا ميكانيكال، مدام صار عندي أربعة بول يبقى صار عندي سرعة دوران أعلى، سرعة دوران أكبر. يبقى لما بيعمل التيار دورة واحدة بيكون الروتور لف مرتين، لأنه في عندي في اعتبار كأنه مغناطيسين، فصار عزم الدوران أكبر وسرعة الدوران أعلى، وبالتالي لف دورتين كاملات. عشان هيك الأف إلكتريكال بيساوي 2 أف ميكانيكال، والثيتا إلكتريكال بيساوي 2 ثيتا ميكانيكال، والأوميجا إلكتريكال بيساوي 2 أوميجا ميكانيكال. ليش كله 2 2 2؟ لانه انا كانه تكرار اللفات كررتها مرتين. فالثيتا إلكتريكال في هذه الحاله ايش بده يساوي؟ 2 ثيتا ميكانيكال. طب من وين اجت الثيتا الاثنين هذه؟ الاثنين بيقول لي عدد الاقطاب على 2، يبقى انا في علاقه عامه،
انا ماشي في البدايه قلت ان الثيتا الكتريكال بتساوي ثيتا ميكانيكال، لما كان عندي انا قطبين زوج من الاقطاب فقط تو بول سيستم، لما يكون عندي فور بول بيكون اثنين، لما يكون عندي سته بيكون ثلاثه، لما يكون عندي ثمانيه بكرر اربع مرات هيكون عندي اربعه. وبالتالي الفكره الاساسيه استنتجنا استنتاج عام انه دائما الثيتا الكتريكال بتساوي ثيتا ميكانيكال مضروبه في نص عدد الاقطاب. عندي قطبين هيكون الثيتا الكتريكال بتساوي الثيتا ميكانيكال زي اللي قبل، او الاف الكتريكال بتساوي الفي على اثنين للاف ميكانيكال او نص عدد الاقطاب. يعني لو كان عندي قطبين اثنين على اثنين بيساوي الاف الكتريكال بيساوي الاف ام زي ما احنا شايفين هنا. طب لو كان عندي اربع اقطاب زي ما موضح هنا، هاي قطبين وهي قطبين، صار عندي اربع اقطاب بتكون اربعة على اثنين اثنين، يبقى صار عندي الاف الكتريكال بيساوي اثنين اف ميكانيكال. هذه القاعدة العامة انه الاف الكتريكال بيساوي بي على اثنين في الاف ميكانيكال، تمام؟ او بمعنى اخر ان الاف ميكانيكال بيساوي اثنين اف الكتريكال على البي. يعني الاف الكتريكال بيساوي قلنا بي على اثنين في الاف ميكانيكال، بي على اثنين في الاف ميكانيكال. يعني الاف الكتريكال هذه علاقة احفظوها كويس، مهمة جدا جدا جدا، تقريبا هي اهم علاقة عندي موجودة في في هذا الشابتر. يبقى صار عندي الاف الكتريكال بيساوي بي على اثنين في الاف ميكانيكال. طيب الاف ميكانيكال ايش بيساوي اصلا؟ الاف ميكانيكال هي عبارة عن اللي هي عدد الدورات في الثانية الواحدة، عدد الدورات اللي بيعملها الروتور في الثانية الواحدة. طيب انا عندي على ارض الواقع فعليا لما بقول والله موتور بسرعة دوران وكذا من كذا، بقولش عدد الدورات في الثانية، لا بقول سرعة الدوران عدد الدورات في الدقيقة الواحدة. مظبوط، عدد الدورات في الدقيقة الواحدة. عشان هيك الأف ميكانيكال هذا بروح أقسم أنا على 60 ثانية، فبصير عندي الأف إلكتريكال بيساوي عدد الدورات في الثانية الواحدة وسرعة الدوران في الدقيقة الواحدة، أسف، عدد الدورات في الدقيقة الواحدة مضروب في البي على 2 في 100 في 2 في 60. 2 في 60 إيش بيساوي؟ 2 في 60 120. يبقى الاف الكتريكال بيساوي البي على 120 في الان ام، حيث الان ام هي عدد الدورات في المينت، نمبر اوف ريفوليوشنز بير مينت، او عدد الدورات في الدقيقه الواحده. من وين اجى؟ انه احنا قلنا الاف ميكانيكال هي عباره عن عدد الدورات في الثانيه ويساوي عدد الدورات في الدقيقه على 60 ثانيه. لما جينا عوضنا شلنا هذا الكلام، عوضنا عنه هنا، يصير ان ام على 60 يصير بي في ان ام على 120 درجة. هذه العلاقة مهمة جدا جدا جدا، هتكرر معايا كثير، ان الاف الكتريكال بيساوي ان ام في بي على 120. طب لو بدنا نعكس اتجاه الدوران للفيلد اوف روتيشن، بقول لي اذا الكرنت، عشان نعكس الدوران في ال اتجاه الدوران للفيلد روتيشن، يعني مثلا كان الفيلد الكتريك فيلد بيدور مع اتجاه مع عقارب الساعه، ده خليه يدور عكس عقارب الساعه، ايش الفرق بين الاثنين؟ اذا كان عندي انا الموتور بيدور في اتجاه وبدي اعكس اتجاه، بدي اخليه يدور في اتجاه المعاكس، عشان اخليه يدور في الاتجاه المعاكس بغير اتجاه دوران الماجنتيك فيلد، بغير اتجاه الماجنتيك فيلد او المجال المغناطيسي. عشان اعكس اتجاه الماجنتيك فيلد بيقول لي بكل بساطه ببدل تو فيزز مع بعض، مش في عندي 3 فيز A والبي والسي، ببدل السي مع البي مع السي مثلا، او البي مع الاي، بقلبهم محل بعض، المهم بجيب سلكين بقلبهم محل بعض. في هذه الحاله بيقول لي اذا كان الكرنت في اي اثنين من الثلاثه كولز من ثلاث ملفات سواب تم تبديله، الدايركشن الماجنتيك فيلد في هذه الحاله هينعكس. بيقول لي بكل بساطه في 3 فيز AC machines بيقول لي ممكن او سهل جدا انه انا اعكس اتجاه الدوران، دوران الروتور او العضو الدوار او الموتور موجود عندي، بكل بساطة باني انا ابدل الكونكشنز او توصيلة اي ملفين. كيف نثبت هذا الكلام؟ نقول احنا قلنا البي نت بيساوي بي اي اي برايم زائد بي بي برايم زائد بي سي سي برايم. تخيل انه احنا قلبنا اتجاه البي والسي، قلبناهم مع بعض، يبقى صار عند البي البي ثابت، البي ام ساين اوميجا تي والزاويه صفر، الثاني كان بي ام ساين اوميجا تي ناقص 120 والزاويه 240، رحنا قلبناهم مع بعض، صار هو هذا البي ام ساين اوميجا تي ناقص 240 بزاويه 120،
والثاني اللي هو بي ام ساين اوميجا تي ناقص 120 اللي زاويته 240، يعني قلبنا سلكين مع محل بعض، هذا حيضل زاويته برا 120 وهذا حيضل 240، لكن جوا هذا حيصير اوميجا تي ناقص 240 بدل ما كان ناقص 120، وهذا حيصير ناقص 120 بدل 240. لو جينا حللناهم مركبات سينيه وسطيه حيصل لهذه العلاقه ان 1.5 بي ام ساين اوميجا تي اكس زائد 1.5 بي ام كوزين اوميجا تي واي. طبعا هذا بيفرق عن المحصله اللي قبل وصلنا لها اللي كانت انه الاشاره اللي في النص سالبه ساين كوزين، لكن هذه ايش؟ موجبه. هاي الفرق ما بين هذه البينه، يبقى صار عندي انا تغيير اتجاه البينه، بدل ما كان بيمشي في اتجاه عقارب الساعه صار احنا عكس عقارب الساعه او العكس. كمان تكلمنا عن الانديوست فولتج برضه في الاي سي ماشينز، تكلمنا عنه هذا قبل هيك، وباستفاضه كمان قلنا انه لو في عندي انا ماجنتيك فيلد مجال مغناطيسي، والمجال المغناطيسي هذا بدور، لو كان في عندي مجال مغناطيسي بدور ناتج طبعا عن انه مررت انت عن انه حركت انت لوب داخل مجال مغناطيسي، لو كان في عندي انا لوب وحركته داخل مجال مغناطيسي ثابت حيتولد بين طرفينها انديوست فولتج، جهد مستحث. نفس الشيء بيقول لي طب لو كان انا عندي لوب ثابته ما بتتحرك ولا شيء، هي لوب ثابته ولكن المجال المغناطيسي اللي حولها هو اللي بيتحرك، برضه حيتولد فيها مجال مغناطيسي، متولد فيها فولتج او كارنت، حيتولد فيها فولتج في الستيبر. تمام. فالروتيتنج روتور بيقول لي لو كان عندي انا روتور قاعد بدور داخل مجال ثابت، او المجال المغناطيسي اللي الروتور ثابت والمجال المغناطيسي الستيتر هو اللي بيتحرك، في جميع الاحوال حيتولد عندي اللي هو فولتج، حيتولد عندي جهد مستحب. لكن لو كان عندي الروتور هو اللي بيدور والمجال ثابت برضه حيتولد عندي اللي هو فولتج، والفولتج هذا ايش حيكون عندي؟ حيكون عندي شكله ساين. تمام، عبارة عن دالة جانبية. ليش؟ لأنه الماجنتيك فيلد نفسه الدوار في هذه الحالة هو مجال مغناطيسي جانبي. تمام، بهاي الفكرة الأساسية إنه أنا في عندي روتيتنج ماجنتيك فيلد، روتيتنج ماجنتيك فيلد أو مجال مغناطيسي دوار حيولد عندي جهد مغناطيسي. فالإندوست فولتج في الإي سي ماشين نقدر نكتبه بالصورة التالية، إنه البي طبعا عشان نجيب قيمة الجهد المستحب احنا ايش قلنا قبل هيك بيساوي الجهد المستحث بيساوي الجهد في الاضلاع الاربعه، بس في ضلعين كان عندي انا الجهد المستحث فيهم صفر. ليش؟ بسبب الزوايا، كانت الزاويه عندي صفر وفي هذه الحاله الزاويه 90 و270 والزاويه كوزاين الزاويه في هذه الحاله كان بيساوي صفر. معنى هذا الكلام اللي هو كوزاين، معنى هذا الكلام انه كانت قيمهم بيساوي صفر فقط ضلعين، والضلعين المحصله تبعتهم 2 بي بي ام ال كوزاين اوميجا تي. طبعا كوزاين او ساين مش هتفرق عندي، في النهايه داله جاذبيه، لكن في النهايه قلنا انه بيساوي ضعف اللي هي سرعه دوران اللوب في المجال المغناطيسي في طول ضلع اللي هو اللوب او في كوزاين اوميجا تي. طبعا برضو اشتقينا المعادله وعوضنا عن اللي هي البي بالار اوميجا ام، فصار عندي 2 ار ال و2 ار ال عوضنا عنها بالاي، والاي ضربناها في البي ام فصار عندي فاي، يبقى صار عندي فاي وظل عندي الاوميجا ام برا فصار عندي فاي في الاوميجا كوزاين اوميجا تي. طبعا للتو بول سيستم، لو كان عندي اكثر من تو بول سيستم نروح نضرب في عدد الكويلز في النمبر اوف كويلز، فبصير عندي العلاقه النهائيه للاندوست فولتج ايش بتساوي؟ ان كويل فاي اوميجا كوزاين اوميجا تي. طبعا هذا الجزء انا ما تكلمت عنه بالمره لانه تكرار للي شرحناه في المحاضره قبل الماضيه، حتى تقدر تحاولوا تقروه وترجعوا له بالتفصيل اللي قبل، حتى هذا الكلام هو تكرار. العلاقه هذه ساين اوميجا كوزاين اوميجا تي هي شبيهه هي نفس العلاقه اللي احنا قلناها قبل في المحاضره قبل الماضيه ورجعناها في المحاضره اللي فاتت، انه الاندوس فولتج بيساوي فاي في اوميجا في ساين او كوزاين مش هتفرق معي اوميجا ام تي. طبعا هذا التو بول سيستم، فقط التغيير الوحيد انه انا بيصير عندي اكثر من تو بول سيستم، ففي حالة عندي أكثر من قطبين في هذه الحالة بنروح نضرب في عدد الكويلز، يبقى الاندوست فولتج في 3 ست اوف كويلز حيكون عندي هذه العلاقة اللي احنا ذكرناها قبل شوية، الان عدد الكويلز في الفاي
في الأوميجا ساين الأوميجا تي، في النمبر أوف كويلز في الفاي، في الأوميجا في الساين أوميجا تي، والإندوست فولتج في البي بي برضه حيكون عندي بنفس القيمة ولكن بقل عنه ب 120 درجة، والإي سي سي بقل عنه ب 120 درجة كمان. فلو عوضنا عن الإي ماكس بأنه بيساوي الآن كويلز في الفاي في الأوميجا، فإنه الأوميجا في هذه الحالة 2 باي إف، الإي ماكس بيساوي 2 باي في أن سي في الفاي إف، ومنها نستنتج إنه اللي هو الإندوست فولتج في أي فيز منهم الفيزز عندي حيساوي 4.44 في النمبر اوف كويلز في الفاي في الفلكس في التردد. هعيد شرح هذه الجزئية بالتفصيل في المحاضرة القادمة إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر في محاضرة اليوم. يعطيكم العافية وإلى اللقاء إن شاء الله.